أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الباحث السياسي الدكتور وسيم بزي. أهلا فيك دكتور. أهلا فيك وبمشاهدي الام تي في دايما. شكرا. بداية يعني لابد أن نستذكر ذكرى الاستقلال، ولو أنه كان الاستقلال ناقص أو ما بعرف منه موجود، شو رأيك؟ يعني على الأقل بتظل هاي الذكرى تذكرنا دايما أنه نحن عنا وطن، معنيين بأن نتفاعل مع معانيه السيادية، مع المشتركات اللي مفروض أنه بتأكد على إحساسنا كمواطنين لبنانيين، وبتضل رمزية الاستقلال أمل أن يستعاد وأن نبقى نحتفل به تأكيدا على إيماننا بأن يكون هذا الوطن مستقل. صحيح، على أمل أنه فعلا يجي يوم ونقول حققنا الاستقلال وأخذنا استقلالنا ونحن نعيش مستقلين عن الخارج. نعم. خاصة اليوم مش قادرين، يعني استحقاق رئاسي ما قادرين نعمله لأنه منا مستقلين عن الخارج. ما بعرف إذا عندك غير رأي. هو الخطورة مدام دونيز أنه الاستقلال بعالم العولمي صار مفهوم نسبي. يعني عم بتلاحظي هيدي الحروب الجديدة المعولمة مثل إرهاب داعش وأخواتها ما عم بيخلي مساحات سيادية حقيقية بين الدول. بس لكن قبل داعش وإرهابها كان نحن عندنا مشكل تاريخي مع محيطنا ومع طبيعة كياننا. مطلوب أنه هذا العنوان يرجع يشكل على الأقل تعريف نتفق عليه جميعا. دكتور، يعني لا شك ما حصل مع مطار رفيق الحريري الدولي شكل مفاجأة، هذا المطلب المفاجئ لروسيا بأن تطلب هيك بشكل مفاجئ، ما بعرف إذا فيني أقول يعني بين هلالين، ما بعرف شو التعبير اللي بدنا نستعمله، أنه إقفال وعزلة لبنان بحجة مناورة بحرية. إذا ملاحظة شو حقيقة الأمر؟ إذا ملاحظة يعني أنه الروس من لحظة قدومهم على المنطقة وبدء الضربات الجوية ب 30 أيلول الماضي، في دولة عظمى كاملة المواصفات أصبحت موجودة على حدودنا المباشرة سواء بالبحر أو بالبر. وهي الدولة العظمى بهاللحظة هاي هي دولة مجروحة بعد حادثة إسقاط الطائرة بشرم الشيخ. في 224 إنسان وإنساني بالمواصفات الكاملة للإنسانية خسروا حقهم حتى بأن يلحظ أنهم ضحايا، وهيدي مظلومية عم بيعيشوها الروس قياسا لردة الفعل على اللي جرى بفرنسا، لأنه تقنية المسألة تأخرت للدليل عليها. واحد. صحيح. اثنين، دايما الدول العظمى مدام دونيز، وهذه قاعدة، تبلغ ولا تنتظر الموافقة، هذه قاعدة عمل. طيب هذه قاعدة هي من قبل الدول العظمى، لكن هل الدول المتلقية هذا البلاغ تقبل على نفسها أن تبلغ؟ هلأ المسألة حتى لو كان ذلك على حساب سيادتها. تصوري مثلا أنا وياك أنه هيديك اليوم أول ما إجوا الروس الإسرائيلية شعروا بوخز هذا الأمر، الفضاء الكهرومغناطيسي لحركة الطيران الإسرائيلي بالمنطقة جرى المس به، وحتى لما بدأت الضربات الأمريكاني أبلغ من غرفة التنسيق ببغداد من قبل جنرال روسي بمنطق الإبلاغ، لدرجة أنه نتنياهو ركب بالطيارة وطار على موسكو ليجرب يفهم شو عم يعملوا الروس. أنا مش عم برر، أنا بالمبدأ أنا مع سيادة بلدي ومع أن يكون بلدي كامل المواصفات بالدفاع عن حقوقه السيادية. طيب. لكن أنا متفهم للحظة الروسية الحالية، وإن كانت قنوات التنسيق المعمول بها بين الدولتين كان يجب أن تكون حيوية أكثر من ذلك. يعني حتى السفير الروسي اليوم عم نقرأ بالصحف لم يكن على علم بهذه المسألة، هو تفاجأ أبلغ عبر الإنترنت أو من خلال الإعلام. وهيدا دليل أنه المسألة عسكرية بحت أمنية، لم يتم تسويقها عبر القنوات الدبلوماسية. وأنا رح أقول لك معلومة هون، أنه يبدو أنه هذه المناورات هي بإطار عمل عسكري وليس بإطار عمل مناوراتي. ستتدحرج آلياتها خلال الأيام القادمة وستفضي إلى وقائع جديدة على حدود لبنان الشرقية
بالمرحلة القادمة، وقد يستهدف الإرهاب في تماساته على السلسلة الشرقية. شو يعني بتقصد؟ شو بتقصد بعمليات عسكرية ستبدأ؟ شو يعني من المياه اللبنانية، من الشاطئ اللبناني ستبدأ هذه العمليات؟ واضح إنه وضح لنا أكثر. كل شاطئ شرق المتوسط الآن يشكل مسرع عمليات للروس. ولما إجوا الروس بلغوا القيادات الرسمية اللبنانية ببدء العمليات ب 30 أيلول الماضي النص الحرفي الذي أبلغ به أعلى مسؤولين بالبلد، حرفيا بيقولوا هو سطرين، أنه مجلس الدوما يبلغ السلطات اللبنانية أن جمهورية روسيا الاتحادية ستبدأ بشن غارات جوية وصاروخية. يعني من اللحظة الأولى القرار الروسي باستخدام أذرع بحرية وعابرة من بحر قزوين كان موجود ومقرر. نعم. المسألة الجديدة هون أنه ما يسمى الآن بالمناورات على الشاطئ اللبناني هو عمل عسكري بالمعنى الكامل للكلمة. واضح أنه بده يأخذ أبعاد أكثر ظهورا وتجليا، يعني يمكن اعتبارا من أول الشهر القادم. ويبدو أنه الانتشار الإرهابي على السلسلة الشرقية وتخومة بمنطقة عرسال صعودا إلى راس بعلبك وصولا إلى مشاريع الآن سيكون. لا سيكون جزء من مساحة الاستهداف، هو الهدف رح يكون يعني. طيب قبل ما فوت أكثر بهذه العمليات اللي عم تحكيها حضرتك عنها والحسم اللي يبدو أنه رح يتسارع أكثر بالأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة، لكن موقف الدولة اللبنانية يعني بالأمس وزير الأشغال قال نحن سنرفض وعبر عن رفض بوقت يعني شركة طيران الميدل إيست راح تتنبش على خط مسار آخر، لقوا خط فأسرفة ولقوا ما لقوا هيدا الخط المسار الآخر. كنا نحن وقعنا فعلا بخسائر، وهلأ يمكن نتكبد خسائر جراء الوقت الإضافي للرحلات، جراء الكلفة الإضافية، في رحلات ألغيت، في شركات يمكن ما ترجع. طب هاي مين؟ الروس؟ الروس راح يدفعوا لنا الخسائر اللي راح نتكبدها. أنا معك بأنه نحن هيدي كلها يجب أن تكون حقوق مصانة لإلنا كبلد، لكن مين عم بيطالب؟ مين عم بيحكي؟ ما سمعنا موقف رسمي بهذا الموضوع. سيد دنيز ليكي، وضعنا الداخلي الهش معروف، تشتت قيادتنا وانقسامنا معروف، عدم وجود إطار حقيقي بمثل صولة الدولة وهيبتها واضح المعالم، لكن الحمد لله أنه عم نقدر نحفظ الحد الأدنى من المواصفات. طيب اللي بس وزير الخارجية كان من يومين ثلاثة بموسكو، يعني بس ما أنت معقولي ما أبلغ لم يبلغ بهكذا قرار؟ لا واضح أنه حتى السفير الروسي قلتي أنت أنه يبدو أنه لم يكن على علم. هيدا دليل أنه المسألة بسياق العسكري وليس بسياق الدبلوماسي والسياسي. طيب قيادة الجيش كمان، مصدر من قيادة الجيش اليوم بينفي لجريدة الجمهورية بأنهم يكونوا على علم بهذا الموضوع. خليني استذكر شغلي معك، الروس لما خلصت حرب تموز نزلوا بلبنان بعملية هدفها تركيب جسور ما بعد الحرب مباشرة. نزلوا على لبنان من خارج 1701 ومندرجاته، أدوا مهمتهم بشكل مباشر فقط بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ودون لحظ القرار الدولي الناظم لوجود أي قوة أجنبية بتلقى الوقت، وأنجزوا المهمة وطلعوا. في تجارب عديدة بهذا المجال. أيضا من باب الاستذكار، الأمريكان هلأ اللي عم بينفذوا عملية محاربة داعش بطيرانه منذ أكثر من سنة لم يأخذوا لا موافقة مجلس الأمن ولا السلطات السيادية السورية اللي هي مسؤولة بالأمم المتحدة عن سيادتها على أرضها. هذه أمور بكل أسف عم بتصير ودائما عم بتكون هذا النوع من الرمزية ضحايا. طيب ولكن ألا تعتبر هون أنه كانت قامت القيامة أكثر لو كانوا غير الروس اللي هن طالبين هذه المهلة للمناورة؟ وبما أنه روسيا اليوم هي في الصف دكتور بشار الأسد والنظام السوري ومعركته ضد داعش، وبالتالي ربما كانت يعني هل يعني قد النظر الطرف الآخر اليوم ما أثر. سيد دنيز، كل صحف المحسوبة على فريق 14 أذار قالت موقفها بوضوح
وفي يعني موجة إعلامية عالية الطبقة، هون جدارة كل فريق بتظهير ما يناسب أدبياته ومواقفه السياسية بلحظ الأمر. ممكن صحيح هذا الحكي، وهيدي بتعبر بكل أسف على طبيعة الانقسام الموجود عندنا. يعني النائب وليد جنبلاط يعني كان حريص على السيادة اللبنانية، وقال انه يبدو انه هيئتها ناجحه جدا زياره الوزير جبران باسيل. هلا هل بتقراها هي يعني هيدا توتر بين فريقين ام لا؟ هو انا ما زالك فتحتي هيدا الموضوع، هيدا نقار بالسياسي او تمريك اذا بدك. هو اول واحد اصلا كان كشف المعلومه، طلعت انه وليد بيك معروف بصداقاته المهمه مع الروس. هلا هو الظاهر القصه بينه وبين الروس ورماني ما قبل هاي اللحظه السياديه، وبتعرفي طلعت السفير زاسبكن لعند معالي الوزير السابق وقام مهابه وتلبيه الدعوه وكلامه القاسي لوليد بيك عن التدخل الروسي، علما انه انا ذاكر انه الاتحاد السوفيتي التنظيم السياسي الوحيد اللي اعطاه دبابات مش كدولة كان الحزب التقدم الاشتراكي، وكان السفير كولوتوشا بتلك الأيام مقرب جدا من وليد بيك جنبلاط، والمرحوم الزعيم كمال جنبلاط اخذ وسام لينين. فيبدو انه هي اللحظة السياسية بينه وبينهم فيها شوية توتر، وأيضا حرصوا على السيادة أمر منيح يعني ما فينا ننتقده، بس عم نجرب نحط الأسباب السياسية المحيطة بهذا الحرص بس. عار يعني أكثر من طيب. للعودة إلى هذه العمليات اللي عم تقول يمكن تكون أبرزها ستستهدف هذه المنطقة، منطقة السلسلة الشرقية بمرحلة ما، بس هو في خوف على مصير العسكريين هون بين هلالين. هو حتى نحن يعني نحط الأمور بنصابها، هيدي الحركة بالبحر أكبر وأوسع مدى من أن تكون السلسلة الشرقية فقط هي الهدف. هي حركية استعداد لما يسمى المرحلة الثانية من العمليات الروسية، والتي يبدو أنه ستبدأ مع بداية شهر كانون الأول القادم، واللي هي ستدخل فيها أسلحة استراتيجية جديدة وأهداف جديدة. والرئيس بوتين بوضوح بالأمس قال أنه هدفها جبي ثمن أفضل من المرحلة الأولى، والدفاع عن المواطنين الروس. أنا ركزت معك على مسألة أن الروس مجروحين، ونحن هون إنسانيا وأخلاقيا كل ضحايا هذا الإرهاب المتوحش سواء في فرنسا أو مالي أو روسيا أو الضاحية الجنوبية هن مشتركين بالمعنى الإنساني لهذا التوحش اللي مش عم بيميز أبدا لا بالساحات ولا بالانتماء السياسي ولا حتى بالانتماء الديني والحضاري. نعم أنا موافق معك أنه هاي المرحلة الجديدة ستستهدف جغرافيا أكثر اتساعا، واضح أنه داعش بلشت تكون على مرمى التصويب أكثر بالضربات. يعني هل أصبح قرار إنهاء داعش وشيك لتسريع هذه العمليات والانتقال إلى مرحلة جديدة كما تذكر حضرتك؟ لاحظي أنه الفرنسيين هن والروس تغيرت اللهجة والعلاقة ما بعد أحداث باريس، ومعروف أنه العلاقة الروسية الفرنسية فيها كثير من المشتركات. الآن حاملة الطائرات شارل ديغول خلال 10 أيام رح تكون بالمتوسط هني الفرنسيين، هلأ عندهم 12 طيارة بالإمارات وبعمان رح يزد لهم 24 بصيروا 36، والروس رفعوا مشاركتهم ل 69 طائرة. إنهاء داعش كعنوان كبير كلنا منحلم في إنهاء الإرهاب، لأنه أنا برأيي التركيز على داعش يخفي دواعش أخرى موجودة بخلفية داعش، وأصلا داعش طلعت من رحمهم. لذلك هذا عنوان كبير بده حسم من دول إقليمية وخارجية استثمرت على هذا بس الإرهاب. هل قد سهل إنهاء داعش؟ منه سهل لا. دكتور خاصة بعد ما شفنا يعني هذه القدرة لداعش باستهداف طيارة، باستهداف دولة مثل فرنسا بأكثر من مكان من أكثر من مجموعة، استهداف والدخول إلى الضاحية بوقت كان في فعلا الإجراءات الأمنية كانت عم تكون مشددة واستثنائية. طيب داعش عم نحسها عم تقوى أكثر وأكثر. نعم. فهل
يعني هي عبارة إنهاء، أنا هل يعني هل هي سهلة هالقد ولا؟ أنا معك، أنا معك. هي داعش مسألتين سيد دينيس، مسألة فعلا موجودة عقائدية عند خط وعند منهجية تعتمد على كتابين أساسيين، هو كتاب إدارة التوحش لأبو بكر ناجي وكتاب المذكرة الاستراتيجية لعبد الله بن محمد. هودي هني المنهل والرؤية والتطبيق لهذا الفكر الوهابي الإرهابي الذي تعتنقه داعش، هذا أمر على جنب. الأمر الثاني أنه في دول بمنطقتنا وبالعالم جربت تكيف تعاطيها مع داعش حتى لو بالإطار الحربي مع مصالحها هي، ومغطت الوقت المطلوب اللي وعدتنا فيه لسنوات لإزالة هذا الخطر الداهم، وجربت تستثمر داعش بصراعاتها مع خصومها خاصة موضوع إيران وسوريا وحزب الله والمقاومة. لكن بعد الدخول الروسي، الدخول الروسي فرض على الجميع أنهم يخربطوا الأجندة والأولويات وأعاد المقاربات إلى مستوى جديد، لأن الروسي أسقط ورقة التوت ودعا من يحارب داعش حقيقة وفعلا وحلفاء إلى أن يثبت القول بالفعل. طيب، هل إنهاء داعش وحدة يكفي اليوم لحل الأزمة بسوريا؟ لأنه كمان في البعض يقول بأنه إنهاء داعش يجب أن يترابط مع أيضا إنهاء النظام السوري، أو يعني صحيح، إنهاء الدكتور بشار الأسد. فهل سيتزامن هذا الأمر مع الأمر الآخر؟ إذا بتلاحظي الخطاب الروسي مدام دونيز، الخطاب الروسي بالتحديد كمدخل، هلأ بنحكي عن الخطاب الإيراني والخطاب السيادي السوري، واضح إنه هذه الثنائية اللي نعمل عليها لكي تكون متوازية في الخطاب الأمريكي وكل الخطاب الحليف للولايات المتحدة، أنا برأيي وصلت لمحل إلى الحائط المسدود. وثبت الآن خاصة بعد اللي عم بصير بالعالم من خطر هذا الإرهاب، أنه سوريا الموحدة القادرة على أن تكون جزء من مشروع ضرب هذا الإرهاب، وسوريا المؤسسات وعلى رأس الدولة والجيش السوريين، لا يمكن أن تكون شريكي بفعالية بهذا الأمر دون وجود الرئيس الأسد على رأسه في هذه المرحلة. طيب، ولكن إبقاء الرئيس بشار الأسد دكتور يعني أنه أنت رح تخلق أكثر من مجموعة من داعش، يعني كل هذا العالم السني هل سيقبل ببقاء الرئيس بشار الأسد اللي بيعتبره هو قتل ضحايا أبرياء وناس واستعمل البراميل على شعبه وناسه وراح أطفال بعد كل هذه المأساة اللي ارتكبت بحق الشعب السوري؟ الإبقاء على بشار الأسد يعني عم بتقول لكل السنة روحوا عملوا داعش. هو أنا طبعا أرفض هذا المنطق اللي هو له أنصار وأرفضه بالمبدأ أنا، وأنا أبدا ما بعتبر أنه وجود داعش والإرهاب التكفيري هو لازم سببية مرتبطة مع وجود الرئيس الأسد. أنا برأيي هذه المعادلة سقطت، عرضتها الوقائع، هناك آلاف الأدلة التي تثبت أن هذا الإرهاب سابق ولاحق لما جرى في سوريا، وأنه أول من أوجد وأنتج ورعرع هذا الإرهاب وموله في 4-5 محطات بالتاريخ الحديث، بدأت مع أفغانستان وضرورة إسقاط الإلحاد الشيوعي، صار في شراكة بين المملكة العربية السعودية وأمريكا بهذا الأمر مع كل الاحترام لكل الناس. اثنين، إجت محطة العراق وأحداث 11 أيلول، أيضا إسقاط الدولة العراقية وقرار بريمر بتدمير الجيش العراقي وحله بالشكل اللي صار فيه. ثلاثة، أبو بكر البغدادي أول من اعتقل بمعسكر بوكا بجنوب العراق وهو إبراهيم عواد السامورائي، والأمريكان هن اللي أطلقوه يومتها، والدولة كان اسمها الدولة الإسلامية في العراق قبل أن تنتقل بعد ذلك لتصبح الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. الأهم من كل هول أنه أنا
مؤمن أنه قد يكون النظام في سوريا بحاجة لإصلاحات داخلية أو في علاقة ملتبسة بين القوى السياسية والدولة، لكن هذا أبداً لا يبرر أن نضع هذا الإرهاب بمظلومية أن نقارنه بالرئيس الأسد وموقعه على رأسه. يعني تعتبر بأنه المرحلة الانتقالية سيبقى فيها الرئيس بشار الأسد، وحتى ما بعد المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئيس بشار الأسد باقٍ؟ أنا بقول لك يعني بقناعتي وما أملك من معلومات أنه في الآن نوع من إعلام مبادئ دولي جرى بفيينا بين الكبار، ثوابت التسعة واضحة المعالم على رأسها علمانية الدولة السورية، وحدانية التراب السوري، الذهاب إلى حكومة موسعة بعد ذلك ينتج عنها دستور ومن ثم انتخابات ما تحددت أي انتخابات رئاسية ولا نيابية، مدة هذه الفترة الانتقالية موعد فضفاض 18 شهر ماشي. الميزان العسكري سيبقى مؤثر جدا وحاسم بالتأثير على الوقائع، وأنا برأيي أنه أقصى شيء رح نوصل له مدام دنيز هو أنه كرمة لعين الولايات المتحدة وحلفائها اللي أنت تفضلتي بسؤالك عنهم، تتشكل حكومة سورية موسعة بتكون إذا لقى قوى معارضة تتفق مع بعضها على الطاولة بتكون ممثلة في هذا الحل، وإذا وصلنا لمرحلة انتخابات رئاسية مبكرة أنا أكيد أنه الرئيس الأسد سيكون له الحق الكامل إذا أراد بالترشح لهذه الانتخابات، وأنا مؤمن أنه سيفوز بها. طيب ولكن سيفوز؟ كيف سيفوز؟ أنا مؤمن أنه في اسم من الشعب السوري أكيد أكثر من 50%، مقتنع أنه هذه الدولة السورية ما قبل 15 آذار 2011 كانت تنعم بمجموعة من الامتيازات التي لم تتمتع بها دول بالعالم، دولة لم يكن عليها قرش واحد دين للخارج، كانت تنعم بنعمة استقرار محسودة عليه بالعالم، بس كانوا بيعتبروا انه عايشين بقمع، انه ناقصهم الحرية، والثورة اللي بلشت انت برأيك كانت تطلب وتطالب بالحرية. مدام دونيز، هل هذا الاعتبار كان كافي لكي يحدث في سوريا ما حدث؟ هل يبرر هذا الاعتبار أن تسلط على سوريا هذه المؤامرة الدولية الهائلة لشاركت فيها عشرات الدول لتدمر سوريا ومؤسساتها وتفتح طرق الإرهاب؟ أنا بدلك على تاريخ. طيب ولكن دكتور، لما بيقول الأمريكي بأنه لا يمكن إنهاء داعش بظل بقاء الرئيس بشار الأسد، شو معناته هذا الكلام؟ ولما بيكون بيصير في خلاف واتفاق على كل النقاط باستثناء مصير الأسد، أنا موافق أنه هذه النقطة حتى الآن هي موضع الاختلاف الحقيقي بين الكبار، لكن إذا بتلحقي أنت كيف الموقف الأمريكي عم يتدرج بالتراجع بالمرحلة الماضية شوي شوي، وبتشوفي كيف البراغماتية الأمريكية بالتعامل مع الوقائع، والأمريكان دايما بهمهم بالدرجة الأولى الحفاظ على مصالحهم، خاصة أنه هذا الإرهاب الذي أطلقوه من القمقم فلت، لم يعد لديه ضوابط، الاستثمار النسبي فيه ارتد على مشغليه وعم بدفعهم أثمان كبيرة. أنا بحيلك لموقف لألان جوبي أول مبارح ولا دومينيك دو فيلبان، لهود اثنين من كبار أباطرة اليمين الفرنسي، عم بقولوا أنه أمام هذا الخطر الإرهابي فليكن التعاون مع الأسد لضرب هذا الإرهاب سبيلا لذلك هو أولوية، وليؤجل البحث بموضوع الأسد. أنا برأيي بس هذا الكلام ما قاله الفرنسي بفيينا، يعني الفرنسي والألماني أبقوا على موقفهم من الرئيس بشار الأسد بأنه كمان أنا بدي أقول لك معلومة لعدم التعاون لرئيس الدائرة السياسية بالخارجية الفرنسية، كانوا الفرنسيين رايحين هني والسعوديين والقطريين يعملوا انقلاب بفيينا 2 على ما تم الاتفاق عليه بفيينا 1، وكانت أقانيم هذا الانقلاب 4. أول شيء كانوا أنه بدنا نقول للأمريكان ما تقدموا تنازلات لبوتين لأن عمليته بسوريا لم تؤتي أكلها، ولا وما يمكن أخذه منه الآن بثمن غالي، ننطر شوي بناخذه أرخص. لكن صارت أحداث باريس قبل فيينا ب 48 ساعة غيرت الأجندة كلها، والكل دخل إلى فيينا بخلفية جديدة
أثقل عليها ما جرى بباريس، وهذا الأمر تجلى بشكل أوضح بقمة العشرين في أنطاليا. أجندة الحزب، طالما تبدلت الأجندات كلها، ماذا عن أجندة الحزب؟ هل عند الاتفاق على وقف إطلاق نار سيترك سوريا ويعود إلى لبنان؟ أنا بس بدي أكد حتى قبل ما جاوبك على مسألة، أنه أنا صديق لحزب الله ولي شرف قال أنتمي إلى جمهور هذه المقاومة، وإن شاء الله بكون بقدر عبر مثل ما أنا بفهم وجهة نظرهم. حزب الله بموضوع سوريا عنده قراءة ثابتة، استشرفت الخطر باكرا وكانت تعتبر أنه الأفضل أن نذهب لمواجهة هذا الخطر من حيث يأتي على أن نتركه يصل إلى ظهرانينا. وهو وصل، بس للأسف وصل ودخل الأراضي. هو إذا على الرغم من هذه الخطوات الاستباقية وصل ودخل وفجر وعمل عمليات. إيه أنا بس جوابي هون وصحيح اللي عم تحكي، أنه كان هذا اللي هلأ وصل بهذا النذر وبهذه القدرة على السيطرة عليه والتعامل معه، لا، الأمور لو ما هن يطلعوا وتطلع القصير بداية من المعادلة وتطلع الزارة وتلحصم بالشمال وبعد ذلك تطلع القلمون، أنا بالدليل القاطع أنا وياكي شوفي المنظومة اللي تفكفكت بيبرود وبحوش عرب وبفليطة وبرأس المعرة وبعسال الورد، هذه المنظومة الهائلة للتفخيخ واللي كان شغلتها الوحيدة أن تفخخ وترسل بالبريد المضمون إلى عرسال ليتولى الوسطاء بعرسال. ولاحظي هلأ أنا وياكي خلينا نفوت نحط كل العمليات الأمنية اللي عم تكتشف هلأ بالأحزمة وبالانتحاريين، بعدها عم تيجي أكثرها عن طريق عرسال. أما التفخيخ فتم قطع رأسه. لذلك هذا عم نسمع أنه كمان في معبر عبروا عبر من خلال الهرمل. صحيح، أنا أدين أي حدا مهما كانت طائفته أو مذهبه عم يتورط بعمليات تهريب الأشخاص، وأدعو الدولة للقيام بواجبها كاملا ضد هؤلاء الناس. هون لا لبس بالمسألة. أما أنه حزب الله بتدخله، بالعكس أنا برأيي الخطر الأكبر تم درءه، وما يصل لإلنا هو البسيط البسيط من الذي كان ممكن أن يصل أكثر من هيك. مدام دنيا، داعش إلهم هدفين أساسيين من نظرتهم إلى لبنان: الحلم الذي لا ينطفئ بعقل بالوصول إلى شاطئ المتوسط. ورجعي لقيادة الجيش عن المعلومات اللي كانت عندك بدهم يجوا عبر حمص إلى الشمال، والحلم الثاني أنهم يعملوا إمارة بشمال لبنان. لذلك هذين. طيب بس دكتور، هناك من يقول وكتار بيقولوا هذا الكلام بأنه لو لم يذهب حزب الله إلى سوريا ما كانوا داعش لا نظروا إلى لبنان ولا فكروا بأنه يعملوا عمليات إلى لبنان ولا دخلوا إلى لبنان. ماشي. يعني هذه المشاركة بالحرب هناك هي اللي استدعت واستدرجت هذا التدخل أو هذه العمليات الإرهابية بلبنان. أنا برأيي هذه المعادلة سقطت بآلاف الشواهد والأدلة. هل حزب الله موجود في مسرح باتاكلون؟ طيب هل الموقف الفرنسي متشدد جدا ضد داعش، يعني من الطبيعي انه داعش تعمل عمليات ضد فرنسا. اذا انت بتاخذي وعم بيشاركوا بعمليات جوية. انا بمبدا هي القاعده اللي افترضتيها انت، انه المساله ان حزب الله هو الجاذب لداعش الى لبنان، هذه اثبتت هل مالي الان وما جرى بالامس في عاصمتها له علاقه بوجود حزب الله؟ استخدم كقاعده لضرب داعش. كفي معي معلي انا قبلان كفي معي، هل ليبيا اللي انذبحوا فيها المسيحيين الاقباط على شاطئ سرت بهذا المنظر البشع فيها حزب الله حتى راحوا عليها؟ هل مصر وولاية سيناء اللي هلأ موجودة إلى علاقة؟ ما هذه دول ما هني قرار استهداف كل من شارك في هذا الحلف الدولي لضربهم، وبالتالي كل دولة تشارك بهذا الحلف هي مستهدفة، يعني بغض النظر إذا كانوا على الأرض أم لا. كل حال رح تابع معك هذا الحوار. بدي أسأل انطلاقا من أنه سألتك السؤال، هل وقف إطلاق النار يعني أنه حزب الله سيعود إلى لبنان؟ لنفوت على التسوية اللي طرحها حزب الله، وهل طرحه لهذه التسوية في هذا التوقيت يعني أنه يحضر عودته إلى لبنان؟ بعد الفاصل الإعلاني.
نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي الباحث السياسي الدكتور وسيم بزي. دكتور بزي، كنا عم نحكي انه هل الحزب مع وقف اطلاق النار في سوريا والاتفاق على هذه الهدنة او وقف اطلاق النار، الحزب سيعود الى لبنان؟ اولا، الحزب دائما من الاول بخطابه ان التسوية السياسية هي الوحيدة الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية، لذلك أي أمر يدفع باتجاه التسوية هو معه، لكن هذا لا ينفي أن الحزب منخرط إلى النهاية في منطق صد العدوان ومقاتلة الإرهاب، وسيبقى موجودا على الأرض السورية ومقاتلا ما دامت هذه القواعد اللي هو على أساسها موجودة وتتطلب منه ذلك. أما مسألة انسحابه من سوريا، مدام دونيز، هم لا يملكون طرف أن يذهبوا بشباب ليكونوا في آتون النار على الجبهات. هل القرار له وحده؟ يعني البعض يعتبر بأنه عندما دخل إلى سوريا إيران هي التي دفعت بالحزب للمشاركة بهذه الحرب، وطبعا عندما سينسحب من سوريا القرار رح يكون لإيران. أنا والتوقيت لإيران بقناعتي وبمعلوماتي أنا أن الهامش الذي يملكه حزب الله وأمينه العام، حطي لي شي ست أسطر تحت أمينه العام. ليش؟ ما يملكه من هامش أخلاقي وقيمي ورأي ذو وزن وثقل لدى الإيرانيين هو سماحة السيد حسن نصر الله. لا، بل سأقول لك أكثر من ذلك، لما بتشوفي شخصيات إيرانية كبيرة اجت على لبنان والتقت مسؤولين لبنانيين، قد تكون لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين مهمة، لكن اللقاء الأهم بيكون اللي بتسمعي فيه بآخر الزيارة أنه والتقوا سماحة السيد. ليش؟ لأنه رأي سماحة السيد بملفات المنطقة هو رأي مرجح لدى الطرف الإيراني. لكن بالنتيجة في استراتيجية إيران في المنطقة، أكيد. في كمان هي مصالحها. صحيح. يعني ما هو على قد ما بتحترم رأي السيد حسن نصر الله، أيضا في كمان هي مصالحها واستراتيجيتها، وبالتالي عندما سيكون التوقيت مناسب لإلها. جوابي أنا على اللي عم تتفضلي فيه، أنه هو سماحة السيد من الحصافة وسعة الرؤية أنه أي رأي بيعطيهن إياه دايما يلحظ أن للإيرانيين مصالح، بس دائما هو حرص اللبناني على لبنان الكيان، حتى نحن هون ننصف الرجل لأنه تعرض لحملات أصيب فيها بالكثير من الظلامة. هو فعلا حريص على لبنان، حريص على كل مكوناته، على روح التعايش فيه، وعلى أن تكون كل القوى الروحية والسياسية هي جزء من القرار الجامع لهذا البلد. وصدقيني لما طلع على سوريا هو كان أولوية حماية لبنان بالنسبة له كانت هاجس، ولو أنه مبررات الدخول الأولى قد تكون بالتسويق ارتكزت على مبررات لحظوية لحظوية قبل أن تتدحرج المسألة وتظهر الأمور بالشكل الذي كان يجب أن تظهر فيه. ما بدي فوت بأسباب الدخول إلى سوريا لأنه يمكن حضرتك حكي كتير فيها وصاير أكثر من مرة صار في توضيح بهذه المسألة. خلينا نسأل بالمستجدات. يعني انطلاقا من الكلام اللي عم بيقول أنه قد يعود الحزب قريبا ورايحين على تسوية بسوريا، أطلق الأمين العام هذه المبادرة، مبادرة السلة الكاملة المتكاملة الثلاثية، الرئاسي، الحكومة، قانون الانتخاب. هل يعني فعلا هذه التسوية أتت بالتوقيت لقطف هل الثمن قبل ما نوصل لمحل ما يكون بقى صار في معمعة وما قادر يقطف الثمن؟ أنا وجهة نظري، أولا حتى نرجع نمرق على شغلة صغيرة، أبدا مسألة وقف إطلاق النار مش مربوطة بانسحاب حزب الله. حزب الله لن ينسحب من سوريا قبل أن تنتفي الأسباب التي جعلته يدخل إليها. وضحت هيدي محسوم، ويمكن بعد في معارك كبيرة قادمة والمعركة طويلة بسوريا. ما حدا عم يتوهم أنه يعني بكرة في حسم بسيط. نعم. على الأقل اعطينا هلأ لآذار سنة الجاي لنقيم المشهد بشكل أوسع وأوضح. شهرين ثلاثة منيح بس مش أكتر، حتى نشوف يعني العصارة لهذه المراحل. لكن الأساس اللي بقول لك إياه هو التسوية السياسية بسوريا بناء على موازين القوى العسكرية. بموضوع اللي طرحه سماحة السيد، أنا برأيي أهميته طبعا أولا
هو جرأة أن يطرح في هذه اللحظة بالذات مشروع متكامل للحل، تعبيره منا استفزازية أبدا للآخر. ما حكى الزلمة عن مؤتمر تأسيسي، نفي أنه يكون، وقال ما بقى هو أصلا مش مطروح مؤتمر أصلا تأسيسي. مدام دونيز، إذا بنرجع مرة واحدة كان الاحتفال بمشغرة، كانت فكرة وطرحت للنقاش، وهذا الأمر لما ما صار تفاهم عليه ما عاد ما في مشكل بالموضوع، ومنا عيبي أنه تطرح فكرة وأنه ما بيكون في تجاوب معه. أما بموضوع التسوية الداخلية اللي انطرحت، أنا برأيي مدام دونيز فكرة السلة داخل هذه التسوية الداخلية هي كلمة السر فيها. طبعا هي أول شيء تمد اليد للآخر، تدعو الآخر إلى أن يكون على طاولة الحوار للأخذ والعطاء. هذا الآخر بكل تلوناته، هذا الكلام مش موجه. طب ليش هلأ قرر يمد هيدا يعني؟ أنا برأيي سؤال جوهري عم تتفضلي فيه أنت، بيستحق أن ندقق فيه. إذا بتلاحظي هو من فترة عم بيقول أنه العوامل الخارجية لن تنفع لبنان إذا أنتم مراهنين، وأنه الرهانات على سقوط الرئيس الأسد وصلت إلى حائط مسدود، وأنه موازين القوى الانقلابية لن تأتي. والأكثر من هيك، العلاقة السعودية الإيرانية وصلت إلى مستوى من التعقيد، يبدو أنه أصبحت كمان صعبة جدا. وهون أنا بدي مرق لك معلومة، أنه يبدو أنه الأمريكاني بعد فيينا 2 طلب من السعوديين أنهم يحكوا مع الإيراني، وهيدا الأمر موقع رصد الآن وترقب حتى نشوف هذه المسألة يحكوا معهم على أي أساس، أنه ما تظلكم بهذا في موعد في موعد مهم جدا. نحن أمامه 14 كانون الأول، بدء تطبيق مفاعيل الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، والكبار كلهم عم يحكوا مع بعضهم، خصوصا الروس والإيرانيين والأمريكان. لذلك أمام كل هذه العناوين المقفلة، هو قال أنه فلنثبت نحن اللبنانيين كلنا وعلى رأس الطرف المسيحي المعني من القوات، إلى الكتائب، إلى الجنرال عون، إلى المردة، إلى بكركي، إلى الطشناق، إلى كل المعنيين، فلنكون كلنا شركاء بالتعامل مع هذه اللحظة بمسؤولية. ها أنا أمد اليد وعلى الآخر أن يثبت أنه عنده قدرة التلقف لهذه اليد، علما أنه الأربع عناوين اللي بيشكلوا الحزمة هن عناوين كتير بسيطة لهني، بس كلهم موضوع خلاف كتير بسيطة، بس ما في ولا اتفاق عليها. إيه بس لا، ما إلنا المس بالطائف، ما إلنا المس بصلاحيات رئيس الحكومة، ما حكينا عن مؤتمر تأسيسي، عم نقول رئاسة جمهورية، مجلس نواب وحكومة وقانون انتخاب، وإذا بدكن لا مركزية إدارية، وشوفوا الطاولة الصالحة لكي يكون هذا البحث عليها. طيب بس توقفوا البعض والفريق الآخر بالبلد، توقف عند مسألة أنه تعوا لنتفق على كل شيء من ضمن رئاسة الجمهورية. هل هذا يعني أن السيد حسن نصر الله تخلى عن الجنرال عون، أو تخطى، ما رح أقول تخلى، تخطى مسألة أنه التمسك بترشيح الجنرال ميشيل عون؟ وجهة نظري أنا وبالمعلومات، هذا أكبر فهم خاطئ لما يقدمه سماحة السيد، اللي عم بيفسروها هيك، بالعكس تماما. شو تفسيرك؟ أنا تفسيري الدقيق لإله أنه بهذا المعنى العماد عون يبقى بكل المواصفات اللي قدمها عنه سماحة السيد، هو المرشح الأول بالنسبة لإله. لكن بما أنه نحن عم نحكي عن تسوية، هالتسوية شو بتعني مدام؟ نتنازلكم نحن عن برئاسة الحكومة مثلا، ما هي ليش نحن عم نقول تسوية؟ يعني التسوية أنت ما بتحصلي كل شيء وأنا ما بحصل كل شيء، أنا بتنازلك بأمكني وأنت بتتنازلي لي بأمكني، وفينا نوصل إلى ما يسمى بالقواسم. بس هيدي قرأتها 14 أدار هذه المسألة، بأنه المقايضة بين رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، بأنه يعني عمليا الحزب بده كل شيء، يعني رئاسة الجمهورية 6 سنين، رئاسة الحكومة
تتغير مع كل ما يمكن تنطرح ثقة بهذه الحكومة، يتبدل رئيس الحكومة في احتمال، وهي قيد المحاسبة من قبل مجلس النواب. وبعدين شو عملتوا برئاسة مجلس النواب اللي هي للرئيس نبيه بري اللي أيضا للثامن من أذار، وبالتالي عمليا ما عم بيعطي شيء. تسمحي لي أنا يعني هيدا كمان مهم اللي عم تتفضلي فيه، خليه يشبع نقاش كل هذه الأفكار. أنا برأيي المسلمة الأولى اللي بتشكل نقطة الانطلاق أنه قدم عرض، تفضلوا اختبروني على الطاولة، يعني ما تتعاملوا معي على طريقة عنزي ولو طارت، أنا أختبركم، أنا أقدم لكم عرضا. طب ما قديش قدم بوقت الرئيس سعد الحريري بالسابق؟ لا المرة قدم عرضه المرة قلتي أنت عن اللحظة، سألتي عن طويت اللحظة طويت. وهي لحظة قد يكون كل الأطراف مأزومة وبحاجة إلى التلاقي بظل انتفاء العوامل اللي حكينا عنها كلها. بعدين العامل الثاني مدام دونيز هو صدق النوايا، يعني نحن قبل ما نيجي على الطاولة بدنا نكون مقتنعين انه نحن بدنا نقدم تنازلات. ثلاثة لما صار الحوار الشهير بين العماد عون والرئيس الحريري، قال له انا بيجي رئيس جمهورية وبجيبك الك رئيس حكومة، قال له ما الك جميلة، ما انا جاي رئيس حكومة، قال له مش صحيح، قال له انت قد تكون غير مرغوب فيك وانا بعطيك ضماني بهذا الامر. بغض النظر عن هاي المسألة التي تبقى نقلا عنه وفيهم يشككولنا فيها، انا برأيي اذا صدقت النوايا واقتنع الجميع بانه بهذه العناوين ممكن نحطها كلها على الطاولة قابلة للنقاش، ممكن نوصل لنتائج. يمكن 14 أذار كمان يحطوا مرشحهم ويناقشوا فيه ومواصفاته والأمور بتكون قابلة للبحث أكثر فأكثر، علما أيضا وأيضا أنه اتفاق النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يجب أن يكون دافعا لكي يتفاهما على قانون انتخاب مشترك ويجوا فيهن كطرفين مسيحيين إلى طاولة مفترضة للطلاق ويعبروا عن موقف مسيحي أساسي. لأنه لما نحن عم نقول بالنسبية مدام، وأنا بقلك من هلأ تيار المستقبل يهرب من النسبية على الآخر، وعلما أنه أي معنى تغييري حقيقي لروح ما نعانيه بهذا البلد وننقل حياتنا السياسية إلى مستوى جديد هي النسبية. طيب قبل ما تفوت بالنسبية وقانون الانتخاب، بمسألة هذه التنازلات واللي مطروح أنه رئاسة الجمهورية مقابلة رئاسة الحكومة، هل بتحط اللقاء اللي حصل بين الوزير السابق النائب سليمان فرنجية زعيم تيار المردة والرئيس سعد الحريري بهذه الخانة؟ هلأ ما في شك أنه هيدا لقاء بيلقي بدوي في الحياة السياسية اللبنانية، خاصة أنه نحن بلحظة فراغ وبالكاد تجد مادة سياسية عم نحكي فيها، وقد يكون هذا الفراغ طويل. فأنه يلتقوا اثنين مثل النائب فرنجية والرئيس الحريري هذه مسألة تستقطب الضوء، علما أنه أنا بجزم معك أنه اللقاء قد حصل وفي منزل رجل الأعمال جلبير الشغوري بباريس، وحضر مع النائب فرنجي الوزير روني عريجي، وحضر مع الرئيس الحريري الأستاذ نادر الحريري والدكتور غطاس ما بعرف يمكن. هلأ المهم بالمسألة هون أنه مسألة النفي هي في إطار التأكيد، خلينا نتجاوزها. يعني إذا بدنا نشبهها بالنفي اللي حصل بعد لقاء مع الجنرال عماد عون والرئيس الحريري أنه حقيقة ورجال الجنرال عون هو اعترف. أهمية هذا اللقاء نابعة من مجموعة عوامل. أولا في مصلحة للرجلين كما قدرا أن يلتقيا وهذا حق الطبيعي. اثنين الرئيس الحريري الآن بحاجة ماسة أن يكون في قلب المشهد السياسي الداخلي ورعايته للاتفاق الأخير اللي صار بالرياض كان متنفس للرجل. وأنا انتبهي أنا أحترم ما قبل جلسة التشريع صحيح، وأنا أحترم ما يمثل الرجل من شريحة بالبلد وإن كنت أختلف معه بالسياسي. لذلك لقاءه مع الوزير فرنجي لا يمكن إلا أن يقرأ سياسيا، أن يقرأ رئاسيا، أن يقرأ كتجسير بين طرفين بين 8 و14. وأنا بدي أذكر أنه سليمان فرنجي معروف عنه مواقفه المبدئية التي يتمسك بها، معروف أنه حليف السيد حسن نصر الله والصديق الشخصي للرئيس بشار الأسد. عندما يرفض الرئيس سعد الحريري الجنرال ميشيل عون لما يمثل
من هذا التقارب مع الحزب، هذا الاقتناع بالمشروع الممانعة والنظام السوري، لماذا سيقبل بالنائب سليمان الفرنجية؟ أنا ما قلت أنه السبب رئاسي أبدا، ولم أتب... بس واحد من هذه الأسباب أكيد قلت. صحيح، هذا أمر مطروح، يمكن بيعتبروا هني أنه النائب فرنجي هو من صلب النظام السياسي الحالي، إن زعامته محصورة بجغرافيا معينة، وأنه يعني وشائج التلاقي معه أسهل من الجنرال عون، ويمكن المملكة العربية السعودية كمان إلى قراءتها بهذا المجال. بس ما بتعتبر كمان يمكن أيضا المستقبل عم بيحاول يخلق هيك فتنة أو مشكلة داخل الفريق الواحد، وهيدي أكيد ما رح ينظر لهذا اللقاء التيار الوطني الحر هيك بنظرة ارتياح. أنا بأكد لك أنه هذا احتمال حقيقي وقائم، بتصور النائب فرنجي درسه من ضمن الاحتمالات قبل أن يقوم بخطوته. أنا ما في أنكر على أي أحد مشروعية تشخيصه لمصالحه كما يراها، شرط أن ينسجم هذا التشخيص مع الخط العام الذي يتبناه، وأن يحسب حسابا للشراك والأفخاخ التي قد تنصب. النائب سليمان فرنجي، هل أبلغ برأيك الحزب، هل أبلغ الرئيس نبيه بري بهذا اللقاء قبل حصوله؟ ما بعرف، حتى يمكن كان في عشاء هو والوزير باسيل قبل بعشرة أيام، وهذا أمر معلن يعني. فما بعرف إذا أبلغهم، بس طبيعة الأمور ومنطق الأمور أنه هو أبلغ. أو يعني هلأ عم يعمل شيء من وراء ظهرهم يعني؟ ما بتصور المسألة هيك مدام دوني، بستبعد كليا، وبرجح أنه على الأقل من باب العلم هيك خطوة لا يمكن أن يتخذها دون إبلاغ حلفائه الطبيعيين، علما أنه هو لازال على نفس الموقف بوقوفه خلف الجنرال عون بالعنوان الرئاسي. لذلك كما أنه نحن لما التقى العماد عون الرئيس الحريري الأمر تعاطينا معه بإيجابية، ومن ثماره كانت الحكومة الحالية، ما فينا ننظر لهذا اللقاء إلا بإيجابية حتى ثبوت العكس. بس إلنا حق نسأل ثلاث أسئلة مشروعين هون. هل الرئيس الحريري في موقع أن يصنع رؤساء جمهورية أو أن يدعمهم بهذه اللحظة؟ منه بموقع برأيك؟ عم نسأل اثنين. أنا هلأ منناقش الأجوبة. اثنين، هل المملكة العربية السعودية بمنطق الحد من الأضرار والحفاظ على الطائف ورئاسة الحكومة وصلاحياتها، لأنه هوذي خطين أحمرين بالنسبة لإلها، تقبل بسليمان فرنجي حليف بشار الأسد بحفظ الألقاب والسيد حسن نصر الله؟ هي اثنين. ثلاثة، هل هناك انتخابات رئاسي في لبنان قريبا، ولا المسألة مرتبطة بأزمات المنطقة والأولويات الآن بمكان آخر، ولبنان يكاد لا يرى بالميكروسكوب على ساحة الاهتمام الدولي؟ البعض اليوم عم يعتبر بأنه هي مسألة تمرير للوقت، مثل ما صار باللقاء مع الجنرال ميشيل عون، كمان بينعمل هالطريقة من مر الوقت. بس خلينا بوقت اللقاء مع الجنرال ميشيل عون كان الهدف منه الحكومة والقرارات داخل الحكومة، وأنتج. اليوم شو برأيك يعني قد ينتج هكذا لقاء مع الجنرال؟ خلينا نعتبره أنه فرصة ودافع لتعطي فرصة للتلاقي والحوار أكثر بين الأطراف، وأنه عنوان الرئاسي قد يكون عم يخلق معطيات جديدة وحوافز جديدة تكون قابلة للبحث على الطاولة. طيب اللي عم نقرأ أنه كان تحضر لهذا اللقاء بزيارة أم فيها الدكتور غطاس خوري إلى بنشعي، قعد مع سنتبه المأساة هون نفس النائب غطاس خوري تولى المهمة مع الجهة، إن شاء الله هم بتكون فالخير يعني. بس هيدا مستشاره للرئيس الحريري أكيد، ويعني أكتر بيستلم الملفات. أنا ما بعرف إذا هذه بتكون عامل نأزي للوزير فرنجي ولا عامل ترغيب. لا بس إنه مجرد إنه يحصل لقاء يعني فتح الباب النائب سليمان فرنجي. إن شاء الله، ما نحن مش ضد، قلت لك مع مبدأ التلاقي، مع مبدأ الحوار بين الأطراف. سليمان فرنجي بالآخر رجل مبدئي يمثل ما يمثل مسيحيا ووطنيا وعلى مستوى التحالفات بالمنطقة، والمهم أنه نتأكد أنه الرئيس الحريري استرجع حيوياته كلها في هذه اللحظة، وهو يملك القرار لأن يأخذ مبادرات بهذا الحاجة. بس ما فينا يعني نربط بين أنه حصول هذا اللقاء وكلام السيد حسن نصر الله عن تسوية على رئاسة الجمهورية أيضا.
ان شاء الله يكون هذا الرابط مصيب. انا شخصيا ماني شايف رابط ابدا بين ما طرحه سماحة السيد من مبادرة وبين هذا اللقاء سببيا. يمكن إلنا حق بالتحليل نقول هيدا بغذي الفكرة هون، بس علاقة سببية مباشرة انا ماني شايف. ولا حتى اذا يعني قوى الثامن من اذار بترشح، بتوصل الى انه ترشح النائب سليمان فرنجي؟ انا مقتنع تماما انه القاعدة اللي تكلم فيها سماحة السيد عن الرئاسة الاولى بتمسكه بالعماد عون كخيار، وأن أي خيار آخر غير العماد عون يتخذه العماد عون شخصيا. طيب ليش ما بينزل الحزب وبينتخب الجنرال ميشيل عون؟ هذا التمسك اللي منه عم يترجم خطوة عملية. بينزل الحزب لما بيكون ضامن أنه هذا النزول مأمن له بالأول بمجلس النواب تلتين نصاب وضماني أن ينتخب الرجل. وبما أنه مسألة عدم النزول هي جزء، ألا يقبل باللعبة الديمقراطية؟ يعني لازم نضمنها من قبل؟ لا، ما هي اللعبة الديمقراطية حتى أنك أنت تتغيبي عن مناسبة بيني بفسروها أنه من ضمن اللعبة الديمقراطية. حق ديمقراطي كمان التغيب صار، هذا تفسير جديد. تعطيل النصاب، هذا تفسير جديد. تعطيل النصاب. طيب، ولكن الإصرار أيضا على الجنرال ميشيل عون رئيس، البعض بيعتبروا أنه الحزب لا يريد رئيس للجمهورية هلا. أنا يعني حتى ما نحن نرجعش نكرر كل هيدا اللي بيتكرر دائما، حزب الله راسخ بنظرته أن الأكثر أهلية من الناحية الوطنية ومن الناحية المسيحية ومن مستوى التمثيل الشعبي والتناغم مع طبيعة اللحظة السياسية الحالية هو ميشيل عون، واللي عنده أي حدا آخر بده يقدمه بهذا المجال فيلك. حتى أنا برأيي ورقة إعلان النوايا بين العماد عون والدكتور جعجع تلحظ مسألة الرئيس القوي. نعزة الحزب هالورقة لا، بالعكس بالعكس. أنا برأيي تقارب بين التيار والقوات، ليك اللي بيشوف قدرة حزب الله الهائلة على التكيف مع الوقائع والتعامل معها ببراغماتية ما عندهم مشكل. بالعكس، أي تلاقي بين طرفين لبنانيين بيسعدهم، فما بالك إذا كانوا طرفين مسيحيين. بس هالورقة النووية أنتجت يعني اتفاق على تشريع الضرورة بين القوات والتيار الوطني الحر، صار في موقف موحد تجاه الجلسة التشريعية. شو صار بالأخير؟ كان حزب الله بغير موقع. ما في مشكلة، هيدي العناوين التفصيلية الداخلية أنا برأيي الخلاف عليها هو موضع صحة وهو عامل إيجابي. منيح أنه نحن نتميز بهك عناوين، بس بالأخير لما صار في اتفاق بالرياض ولما كانت مصلحة البلد تقتضي ولما الأمريكان ضغطوا بدهم ثلاث تشريعات أساسية تمر أواني. كل العالم إجت على الجلسة واكتمل النصاب وسميها الرئيس بري بيك بن مدام دونيز. وهيدي البيك بن، جلسة بيك بن، هل يعني ستكون هاي الجلسة الأخيرة التشريعية؟ يعني بهيدا العقد التشريعي ل 31 كانون أول، بتصور صعب عندنا أنه نشوف جلسة تانية بمنطق الأمور وبما ترجم باتفاق الرياض الأخير. يعني للأسف انتهى وقتنا، كان بعد في كتير إشياء نحكي فيها نحن وياك، إن شاء الله بلقاء تاني. تسلمي. دكتور بزي، شكرا. نحن سعيدين أنه نكون دائما معكم ومع الـ MTV. أهلا فيك. شكرا. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. إلى اللقاء بحلقة جديدة السبت المقبل، إن الله راضي.